اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان. رح ندرس مع بعض سلسلة شيقة حلوة وكتير كتير مهمة لكل مؤمن مسيحي. يسوع في كفر نحوم. يسوع ترك الناصرة وجاء سكن في كفر نحوم، عاش على الأقل سنة ونص، ورح نفوت على البلدة القديمة، نكتشف الحفريات القديمة والاكتشافات والمواقع الكتابية داخل كفر نحوم. تعتبر واحدة من أهم المدن حول بحيرة طبرية، وكفر نحوم كانت وطن المسيح الثاني، عاش سنة ونص يصنع العجائب ويعلم أجمل التعاليم، وكان اختار التلاميذ من هذا البلد. ولما نفوت على البلدة القديمة رح نشوف الاكتشافات، المجمع القديم، ورح نشوف بيت بطرس، ورح نشوف أقواس وحجارة ومطاحن ومعصرة زيت. كل هذه الاكتشافات في كفر نحوم. أنا بشجعكم إنه تشاهدوا هذه الدراسة، رح تكون بركة واستفادة روحية لحياتك. أنا بشجعكم إنه نفوت مع بعض حتى ندرس يسوع في كفر نحوم. في هذه الفقرة رح أتكلم عن أهمية كفر نحوم في أيام المسيح. كفر نحوم أو قرية نحوم هي واحدة من أكبر المدن حول بحيرة طبرية. بحيرة طبرية هي البحيرة الجميلة اللي صنع فيها المسيح معجزات عظيمة وعلم أجمل التعاليم، هدأ العواصف، أشبع الآلاف. وهذه المنطقة استراتيجية في غور الأردن كانت طبعاً مهمة جداً في أيام المسيح. بحيرة طبرية تعتبر البحيرة الجميلة اللي كل مياهها حلوة، طولها 22 كيلومتر، عرضها 12 كيلومتر، وعلى فكرة هي المنطقة وين تعلمت العوم والسباحة، منطقة جميلة اللي قضيت فيها طفولتي وشبابي أيضا. مدينة مهمة كفر نحوم لأنه كان في مدن كثيرة، كان في 9 مدن اللي منها طبرية، واللي منها طبعا كفر نحوم، المجدل، بلد مريم المجدلية، بيت صيدا، كرازين، وطبعا مدن أخرى. والشيء العجيب والغريب إنه البلدة الوحيدة اللي بقيت حتى هذا اليوم اللي هي طبرية، اللي كانت في أيام المسيح بلدة وثنية، وكل المدن الأخرى انتهت، والقرى اللي حول بحيرة طبرية. بحيرة طبرية أو بحيرة الجليل لأنه دائرة كان حواليها المدن. قريب من هذا المكان الطابغة وين المسيح صنع معجزة إشباع الآلاف، وقريب من هذا المكان أيضا كنيسة الرعاية لمار بطرس وين المسيح ظهر للتلاميذ. وفي هذا المكان، قريب من هذا المكان، سأل المسيح يا سمعان بن يونا أتحبني؟ وطبعا من الجهة الأخرى جبل التطويبات، مكان عزة المسيح الشهيرة على الجبل. شيء ثاني لأهمية كفر نحوم، هي مدينة تجارية فتقع على مفترق طرق رئيسي استراتيجي مهم جدا. فالمنطقة كلها في سهل الجنسار، أو واحدة من أسماء بحيرة طبرية سهل جنسرات أو بحيرة جنسرات، فتعتبر مركز استراتيجي اللي منها كانت يعني إداريا لمعظم المدن حول هذا المكان. كانت طبعا تشتهر بصيد السمك لأنه فيها نبيع كتير، ومصب نهر الأردن قريب من هذا المكان اللي بيجيب في المأكولات للسمك، وكان معظم صيد السمك في هذه المنطقة كان يملحوا السمك في كفر نحوم وفي المجدل أو مجدلة، وكان يبعتوها للبحر الأبيض المتوسط حتى يصدروها حتى لروما. أيضا مكان استراتيجي مهم لأنه بتقع في منطقة مهمة جدا
على الطريق الرئيسي اللي يسمى فيا مارس أو طريق البحر بحسب نبوة إشعياء الإصحاح التاسع، وبتشوف التتميم في متى الإصحاح الرابع. مركز استراتيجي لأنه بيربط يعني كل المناطق في بعضها. جنب هذا المكان كان الطريق الرئيسي اللي بيربط قديما مصر والعراق، وطبعا من هذا المكان بيكمل شمال إلى دمشق إلى سوريا وما بعد سوريا. مش بس كانت تشتهر بصيد السمك ولكن أيضا بالزراعة، كانت تشتهر بزراعة الزيتون، والمنطقة كلها خصبة جدا. في هذا المكان اكتشفوا مطاحن للدقيق، وهذا إن دل على شيء بدل أنه فعلا المنطقة كانت خصبة جدا. كفر نحوم إلها اسم آخر تل حوم، أي تلة الحمراء أو التلة الحمراء أو البنية. حوم في اللغة العبرية بتعني حمراء، والتربة هون حمراء خصبة جدا، والمناخ مناسب جدا سب تروبيكال اللي فيها كل أنواع الزراعات مثل المانجا مثل الموز اللوزيات الحمضيات شجر الزيتون وأشجار أخرى كثيرة حول هذه البحيرة. شيء آخر أهمية كفر نحوم، كان فيها ميناء كبير كان يعتبر واحد من أكبر الموانئ. كل الموانئ كان فيها يمكن مكان للمرساة واحد، ولكن هذه المنطقة كان فيها 7 أماكن للمراسي، وهذا بدل على أهمية كفر نحوم. مش بس كانت مدينة تجارية، على الأرجح كانت مدينة إدارية، لأنه كان في قائد 100 وكتيبة رومانية، وهذا طبعا يعني كان في إدارة في هذا المكان. وأيضا إلها أهمية لأنه كانت من هذه المنطقة بتجمع الضرائب، واحد من تلاميذ المسيح متى اللي بيجمع الضرائب دعاء المسيح ليكون واحد من أتباعه. مش بس جمع الضرائب للحساب الرومان، ولكن أيضا كانوا بيجمعوا الضريبة، ضريبة الهيكل اللي هي نصف شاكل أو شكل. إذا بتتذكروا لما يسوع المسيح طلب من بطرس يروح للبحر يلقي الصنارة، وأول سمكة بتطلع فيها إسطار يدفع الضريبة عنه وعن يسوع المسيح. فإلها أهمية كبيرة من جمع الضرائب، ضريبة الهيكل، ضرائب الرومان، قائد 100، وطبعا أنا موجود في المجمع، مجمع اليهودي الكبير المبنى على المجمع الأساسي اللي حجارته بازلتية اللي علم منه يسوع المسيح. فهذا ندل على شيء بدل أيضا كانت مدينة دينية، لذلك كانت موقع استراتيجي مهم جدا ليسوع المسيح.